أهلا بكم في سافر مع ريان. مدة رحلتي ساعة واحدة. الرجاء من جميع الركاب ربط الأحزمة قبل الإقلاع. نتمنى لكم إقامة طيبة. شكرا لاختياركم الخطوط الجوية القطرية. سيداتي وسادتي، مرحبا بكم على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية. الرجاء من جميع الركاب ربط الأحزمة قبل الإقلاع. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في برنامجنا وبرنامجكم سافر مع الريان الذي يأتي برعاية الخطوط الجوية القطرية، وأيضا معي كابتن فهد الكابي. أقول لك العام بخير في عيد الأضحى المبارك في ثاني أيامه، والرحلة اليوم لازم تقلع بشكل جميل، واليوم رحلات ووجهات حلوة. ثاني أيام العيد عيدنا أمس، عيدوا معنا مشاهدين الأعزاء، لكن اليوم معاك تكون القيادة بإذن الله. إن شاء الله أخي فيصل أو الكابتن فيصل إذا صح التعبير. وكذلك نرحب بمشاهدي قناة الريان الفضائية ومستمعينا الكرام، نرحب بكم أيضا مجددا في رحلات جديدة ووجهات إن شاء الله راح تكون جديدة، ومسافرين راح نستفيد منهم معلومات عن الجهة التي هم يطلبونها إن شاء الله. ونذكركم طبعا أن الوقت راح يكون 15 ثانية، لازم تستغلونها وتجاوبون، واسمعوا بين الكباتن اللي موجودين في نقول يعني المقصورة الرئيسية للطيارة، راح نلمح يعني لكم، ولكن أيضا نستفيد منكم والمشاهد يستفيد كذلك. نذكركم بأرقام البرنامج 5 4 1 8 1 5 4 1 8 1، وكذلك آلية البرنامج راح يقولها لنا الكابتن فيصل. عندك دامك مسكت البوردنج وخدت الأسئلة وأرقام التلفونات، أنا أعطيهم الآلية. أعزائي المشاهدين، كل متصل يتصل علينا يختار وجهة من الوجهات اللي تروح عليها الخطوط الجوية القطرية، ما شاء الله لها كثير من الوجهات حول العالم، لكن عندنا وجهات معينة تختارون الوجهة اللي أنتوا عندكم معلومات عنها. راح أعطيكم 10 أسئلة، كل سؤال 15 ثانية، وكل سؤال 500 ريال، واللي جاب الغلط راح تروح عليك وتطلع عليك 500 ريال. ثم قلنا أخوي بعد رقم الاتصال هو 4 1 8 1. خلونا نأخذ أول متصل مع الكابتن فهد الكعبي، راح ياخذ اول متصل وجهه اليوم، وان شاء الله تكون وجهه غير عن الوجهات اللي صحيح. اللي رحناها امس اساسا نزيد من المعلومات اللي موجوده عندنا مع الخطوط الجويه القطريه. فعلا انتم مخيرين يا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، يعني اليوم نقول انتم مش مشاهدين فقط ولكن ايضا مسافرين عبر الخطوط الجويه القطريه مع الريان. ولكن ايضا مثل ما نعرف ان امس كان يعني هناك وجهات نبغي اليوم نغير على اساس نزيد من المخزون الثقافي والمعلومات العامه، نستفيد معاكم، وذلك ما يمنع انكم تختارون نفس الوجهه ولكن ايضا نستفيد معلومات جديده. مثل ما قال الكابتن فيصل، ناخذ اول اتصال اذا جاهز معانا على اساس يكون اول مسافر الليله في ثاني ايام عيد الاضحى المبارك. نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. نورة مساك الله بالخير. مساك عيد الله عليكم مبارك، شلون العيد معاكم؟ والله الحمد لله تمام، العيد تمام وكل شيء حلو. الحمد لله. شفتي البرنامج الحلقة الأولى أمس؟ إيه شفته، وايد خذ فكرة ومشجع وايد ويبي تركيز ودقة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. هذه إدارة قناة الريان مشكورة دائما أنها تبقي تسعد مشاهدي هذه القناة. ومدام خذينا هذا الاتصال راح يكون تطلع لك على الشاشة الآن هناك دول تختارين وجهة تسافرين معانا وناخذ معلومات عن هذه الدولة. عندك الآن الدول موجودة، اختاري لنا جهة. بسم الله. روسيا. بسمع روسيا. 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 السؤال الأول راح يكون عند الكابتن فيصل. ما تبي نروح روسيا؟ لكن قبل نطلع أول شيء نروح روسيا. يلا. وعقب يلا.
أهلا بكم في سافر مع ريان. أنتم على متن رحلة 234 المتجهة من مطار حمد الدولي في قطر إلى مطار دوموديفو الدولي في روسيا. مدة الرحلة 4 ساعات و55 دقيقة. الرجاء من جميع الركاب ربط الأحزمة قبل الإقلاع. إذا يا نورة اخترتي روسيا وإن شاء الله نقدر نساعدك أنا وأخوي فهد. صدقنا احتمنا أي من روسيا وكانت رحلة جدا مميزة على الخطوط الجوية القطرية. رحلة الحين معاك احنا رحلة مدتها 5 ساعات و55 دقيقة لين ما نوصل روسيا إن شاء الله. راح نعطيك 10 أسئلة راح نبدأ بالسؤال الأول. معلوماتك شلون عن روسيا؟ والله حلمي اروح روسيا واتعرف اكثر عن حضارة روسيا وعن الناس ثقافتها وعن يعني طبيعتها وايد يمدحون روسيا وان شاء الله باذن الله. والخطوط الجوية القطرية الاونة الاخيرة وفرت 7 رحلات يومين الى روسيا. خلينا نبدا معاك بالسؤال الاول، عندك 15 ثانية. يلا بسم الله. سؤال يقول متى تفكك الاتحاد السوفيتي؟ سنة كم؟ يلا يا نورة، 1000 وكم ولا 2000 وكم؟ أعطيني سنة متى تفكك اتحاد. 3 ثواني أعطيني إجابة يا نورة، أعطينا تاريخ. عام 1991. صح يا نورة إجابتك صحيحة، لكن مرة ثانية خليك أسرع معنا عشان ما تطير عليك 500. ان شاء الله ان شاء الله انت تتمنين تروحين روسيا وهذه معلومات ايضا تفيدك وتفيد المشاهدين. تو كم من روسيا حتى الصوغه ما شفناها من روسيا. لجت صوتك انت جاي قبل. ابشر ابشر بالجنه. طبعا نوره نقول السؤال الثاني، من هو المؤسس الفعلي للامبراطوريه الروسيه؟ الامبراطوريه الروسيه هناك مؤسس لها، هذا المؤسس الفعلي شو اسمه؟ اعطينا اسم. استغلي الثواني. روبن روسي. ما اسمع نورة. نورة انتهى الوقت، بس انت عدلي اجابتك اللي قلتيها اول شيء. اسمعني انت، قل ايه احنا اسمع، انت قلتي اجابة، وش هي الاجابة؟ روبن. الإجابة للأسف خاطئة، هو بطرس الكبير معوضة خير. ولكن عندك أيضا هناك 7 أسئلة عندك يا الكابتن فيصل. نورة، روسيا من الدول المتقدمة اللي كثير من رواد الفضاء فيها راحوا للقمر والمريخ في رحلات مكوكية كثيرة، لكن من هو أول رائد فضاء روسي ودار حول الأرض؟ أول رائد فضاء روسي ودار حول الأرض. يلا يلا. يوري غاغارين. صح صحيح. جابتك صحيحة يا نورة، هاي 500 ثانية. يوري غاغارين. نورة احنا تكلمنا اسرع شوي، احنا تكلمنا عن اسئلة وسؤال وجواب، ولكن الان راح ننتقل هناك وايضا نضع صورة، واللي عليك انك تعرفين هذا المقر، تعطينا اسم هذا المقر. تشوفين الان على الشاشة له اسم هذا المقر معروف. اوه قدامه ساحة حمراء بعدها. صحيح، ساحة رئاسية تقام فيها الفعاليات، موجودة في موسكو، له اسم معروف عند الجميع، يروحون له دائما هناك السياح. المتحف. وين؟ لا هو مش متحف. لا نورة مش المتحف، الوقت انتهى للأسف. وين هالمكان توك جاي من عنده؟ الكرملين. هذا هو مقر الرئيس الروسي، ان شاء الله نستفيد ايضا من هذه المعلومات ونعرف هذا الاماكن. ولا سافرتي وشفتي المقر، شوف العين راح تتذكرين الاسم ان شاء الله. اكيد كرمنا الله، هو مقر الرئاسة الروسي. دام احنا شفنا مع اخوي كابتن فهد مقر الرئاسة الروسي، شو يسمون البرلمان الروسي؟ البرلمان الروسي شو اسمه؟ مجلس شنو؟
ها يلا يا نورة. شو اسمه يعني؟ لا يا نورة يسمونه مجلس الدوما. مجلس الدوما هو مقر البرلمان الروسي دوما. يا نورة، نورة عندك 1000 ريال لازم، باقي لنا 5 أسئلة لازم نربحهم ونخليهم. تبشر بالخير نورة. المعلومات اللي دائما الواحد يستحب انها تكون عنده معاه دائما كل ما يسافر، احنا عارفين فتح خط دولتنا الحبيبه قطر 974 صحيح؟ رمز الهاتف الدولي لروسيا ما هو؟ عندهم ايضا رمز لكل دوله لها رمز. 00 سالب 7. سالب 7 والاجابه صحيحه و500 ريال. صح يا نوره. هو موجب يعني زايد 7. يعني صفرين صح اجابتك صحيحه موجب 7 هو فتح خطهم. نعم نوره، خطوط الجويه تروح على دول كثيره وعندها وجهات كثيره تسافر عليها، من اهم الوجهات طبعا روسيا، لكن كم وجهه تروح لها الخطوط الجويه القطريه؟ يعني اكثر من كم؟ اعطيني رقم وقل لي اكثر من كم. ترجم رقابه يبون يساعدونك. أكثر من 3؟ الحين القطرية 3؟ أكثر من 4؟ أكثر من 4. إذا روسيا يروحون 7 طيارات تروح روسيا، كم وجهة تروح لها القطرية؟ خلص وقتك يا نورة. 10؟ نورة أكثر من 150 وجهة تروح لها الخطوط الجوية القطرية. اسمحي لي، احنا لازم نعرف معلومات ايضا عن الخطوط القطريه طبعا. الوجهات هي عده دول وايضا الرحلات، وكذلك اذا تكلمنا عن وجهات فهي مسافات بعيده، ولكن سؤالك يرجعنا الى مطار حمد الدولي في قطر. في كل مطار يكون هناك برج للمراقبه صحيح؟ ايوه، برج مراقبه معروف في كل مطار. اللي ابغيه منك كم يبلغ طول برج المراقبه في مطار حمد الدولي؟ عطيني يعني بالطول كم متر؟ كم متر؟ أكثر من كم متر؟ أكثر من كم؟ روحي فوق العدد. برج المراقبة أكثر من 85 متر. جبتيها الإجابة صحيحة وتستاهلين 500. يلا هاي 2000 ريال صاروا في الحساب يا نورة. باقي لك سؤالين نبي نخليهم 3000 يا نورة. زين؟ إن شاء الله. نورة، ما هي الرياضة الشعبية في روسيا؟ رياضة شعبية في روسيا لونين تعتمد أبيض وأسود. أبيض وأسود فيها سلة؟ ما أسمع سلة؟ أعطيني لعبة ثانية بسرعة. تعتمد على الذكاء. هوكي جميل. هوكي؟ لا أقول لك لونها فيها أبيض وأسود. شنو اللعبة اللي فيها أبيض وأسود؟ لا شكرا. شطرنج فيها اللون الابيض والاسود. هي اللعبة الشعبية. هي اللعبة الشعبية في روسيا. 2000 ريال يا نورة. مساء قلنا رويناك صورة وقلتي انه متحف صحيح؟ اي. طبعا اذا تكلمنا عن المتاحف في كل دولة تكون لها متاحف يعرضون فيها ايضا عن تراثهم الموجود. ما اسم هذا المتحف؟ شفتي الصورة؟ وهو متحف. نبي اسمه. أرميتياد. شو اسمه؟ في سانت بيتربورغ. وش اسمه؟ أرميتياد. هو المتحف الهمرتاج. الهمرتاج. قصر الهمرتاج في سانت بيتربورغ، ومن أعظم القصور الصيفية للرؤساء الروس كانوا موجودين في روسيا. وإجابتك صحيحة. تستاهل 500 ريال. إذن 2500 ريال يا نورة. ألف مبروك عليك يا نورة. ل 2500 ريال. كابتن فهد، روسيا توك جاي صح؟ صحيح. شراك رحت قهوة في القهاوي اللي رحت لها، خلينا نشوف وين رحت وين اكتشفت في هاي الوجهة. ما شاء الله رايك؟ الرحلة كانت سريعة ممتازة ما فيها مطبات هوائية. خمس ساعات وخمس وخمسين ساعة على الخطوط الجوية الخطرية. 55 دقيقة 55 ساعة وين بتودينا؟ بتلفنا لفة على الكرة الأرضية. طبعا مشاهدينا راح نستمر معاكم بعد هذا الفاصل، فاصل قصير ونعود بعده. ابقوا معنا. عزيزي المسافر، لقد هبطنا بالحمد لله في مطار دوموديفو الدولي بمدينة موسكو.
نرجو لكم إقامة طيبة وتسعدنا رؤيتكم قريبا على إحدى رحلاتنا القادمة. شكرا لاختياركم الخطوط الجوية القطرية. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الاعزاء، رجعنا لكم في برنامج سافر مع الريان. نبي نستغل الوقت وناخذ اكبر عدد من المسافرين على وجهات الخطوط الجويه القطريه وناخذ اتصال ونقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. هلا مرحبا فيك عائشه. يعطيكم العافيه، عيدكم مبارك. عساك من عواده يا عائشه. من عواده، الله يعافيك. عائشه وين حابه تسافرين؟ تركيا ان شاء الله. تركيا، شو معلوماتك في تركيا؟ زين يعني. زين، انت اخترتي تركيا، خلينا نشوف رقم الرحله على الشاشه. كم رقم رحله تركيا؟ كما تشوفون اعزائي المشاهدين هذه رقم الرحله، والان نركب الطياره وبنغادر الى تركيا. اهلا بكم في سفر مع ريان، أنتم على متن رحلتي رقم 245 المتجهة من مطار حمد الدولي في قطر إلى مطار أتاتورك الدولي في تركيا. مدة الرحلة 4 ساعات. الرجاء من جميع الركاب ربط الأحزمة قبل الإقلاع. ركبت المسافرة معانا، مستعدة للأسئلة؟ إن شاء الله. الحين إحنا في الأجواء وراح نأخذ أيضا أسئلة ومعلومات عن البلد اللي أنت متجهة لها، بس دائما خليك سريعة يا عائشة معانا على أساس أن عندك 15 ثانية. مستعدة؟ عائشة أنت رايحة لتركيا صحيح؟ إيه. ما هي العملة في تركيا؟ شو اسم العملة؟ الليرة. إيه. ألف مبروك وتستاهلين، عندك يا كابتن فيصل. هاي أول 500. عايشة، في أي عام تم إعلان الجمهورية التركية؟ في سنة. في سنة كم تم إعلانها جمهورية بعد ما كانت سلطنة؟ 1923. 23. 23. 23. نعم صحيح، إجابتي صحيحة وألف ريال ما شاء الله. كان تستهلين. يلا إذا نروح للثالث، السؤال الثالث، ما دام أنت عارفة وعندك معلومات تبغى نستفيد منها. ماذا كانت تسمى مدينة إسطنبول قبل الفتح؟ بعد الفتح سموها إسطنبول، ولكن قبل الفتح كان لها اسم وأيضا معروف ومشهور. واللي فتحها محمد الفاتح، سلطان محمد الفاتح، إيش كان اسمها قبل؟ بيزنطيني. القسطنطينية. نقولها صحيح، الإجابة صحيحة، تستاهلين. تستاهلين يا عائشة. عندك عائشة، قدامك التلفزيون؟ كم برا، ما هم قدامي. زين، شوفي الصورة اللي راح تطلع على الشاشة إن شاء الله. شفتيها؟ إيه. شو اسم الجامع هذا؟ هو جامع في إسطنبول. سلطان أحمد؟ لا، الجامع شنو؟ شو اسم الجامع؟ أي لون؟ صوفيا. صوفيا. صوفيا مو قدامي. صوفيا؟ لا لا، مو قدامي، المشكلة الصورة مو قدامي. عايشة عايشة، ما في صورة. اسم الجامع الأزرق. عند لورد كول. اسم الجامع الأزرق يا عائشة. جامع الأزرق. أيوة، هاي 500 طارت. يلا بنعوض إن شاء الله. باقي أسئلة. باقي 6 أسئلة. باقي أسئلة إن شاء الله، أبشروا بالخير. عائشة، السؤال يقول إحنا عارفين كل ما نسافر لازم الوجهة الرئيسية لنا هي الأسواق صحيح؟ أي. ما اسم أقدم سوق في مدينة إسطنبول؟ أقدم سوق معروف. المصري. شو اسم الكلمة اللي قبله؟ اللي قبله قبل الكلمة المصري شو يقول؟ سوق الكبير. ها؟ في كل. وشو قلتي؟
السوق الكبير؟ لا لا لا، اللي معات قالت الإجابة. البازار. ألف مبروك، تستاهلين. تستاهلين. عندك. هاي 2000 ريال. عايشة من معك سادج؟ أمي خلاص. الله يخليهم لك إن شاء الله. الله يخليهم لك وعيدهم مبارك بإذن الله. عايشة، شنو معنى كلمة مضيق باللغة التركية؟ مضيق باللغة التركية؟ إيه. باللغة العربية إحنا نقول مضيق، مضيق. لكن هم أيضا لهم مضيق، مضيق. المضيق، المضيق. حتى يقولون لحق إذا واحد اسمه فيصل يقولون لأبو شيء، صح؟ ممر، ممر. لا يا عايشة، عايشة. معنى كلمة مضيق باللغة التركية هي بوغازي. بوغازي؟ ايوه بوغازي، معنى كلمة مضيق باللغة التركية. اعتقد يا عايشة الان اصبحت عندك وعند بعض المشاهدين معلومات جديدة. ننتقل ايضا للسؤال الجاي وناخذ معلومة جديدة. ما معنى كلمة او على اي بحر تقع مدينة ازمير؟ مدينة رائعة جميلة، ازمير معروفة، لكن على اي بحر؟ هناك بحار، شو اسم هالبحر؟ بحر ايجا. بحر ايجا، والف مبروك، تستاهلين ال 500. عايشه، سؤالك يقول كم تبلغ الرحله على الخطوط الجويه القطريه من الدوحه لاسطنبول؟ 3 ساعات. كم؟ 3 ساعات. 3 ساعات وكم؟ ونص. يعني ونص، هاي تصير 4 ساعات ولا ما تصير؟ تصير 4 ساعات، صح؟ اي اي اي، 4 ساعات تقريبا. واجابتك صحيحه يا عائشه، هي عطتك توقيت الهواء معاها، معاها. لكن الهواء ضدها قد هي زياده. طبعا عائشه، نوصل للسؤال التاسع. التاسع، مثل ما احنا عارفين هناك سلاطين، صحيح؟ اي اي. من هو اول سلطان عثماني لقب بخليفه المسلمين؟ اول سلطان عثماني لقب بخليفه المسلمين، شو اسمه؟ السلطان ايش؟ السلطان احمد. عندك وقت؟ لا لا، غيري غيري بسرعه. سليم، سليم، سليم. السلطان سليم، والف مبروك واجابتك سليمه، 500 ريال. كم صار الحساب الحين يا عايشه؟ كم صارت عندك الحين؟ والله ما ادري، انا مش فاكر الصراحه. زين، 3500. 3500. ان شاء الله تصير 4000. ان شاء الله تصير 4000. السؤال الاخير يا عايشه، شوف الصوره اللي على الشاشة. ها، تشوفين الصورة؟ مشكلة ما ادري التلفزيون. ما العروسة؟ العروسة؟ شو اسمها البرج؟ تل العرايس، تل العرايس. هي البرج شو اسمه؟ برج العروسة. العروسة وش شي هي؟ دمية؟ لا ما ادري. برج العروسة. برج العروسة. برج الفتاة وبرج العروسة كلهم اجابات صحيحة، لكن يسمى برج الفتاة. ألف مبروك يا عايشة باستماع لنا ب4000 ريال، وإن شاء الله تستمتعين في تركيا الوجهة اللي خدتينا عليها خلال 4 ساعات الرحلة على الخطوط الجوية القطرية. الآن إحنا في تركيا، هبطنا في تركيا في إحدى المطارات. الآن خلنا نهبط في مطار تركيا عشان نستمتع في وناخذ مسافر ثاني. أكيد عزيزي المسافر، لقد هبطنا بحمد الله في مطار أتاتورك الدولي بمدينة اسطنبول. نرجو لكم إقامة طيبة، وتسعدنا رؤيتكم قريبا على إحدى رحلاتنا القادمة. شكرا لاختياركم الخطوط الجوية القطرية. كابتن فهد. أيوة كابتن فيصل. شكرا، ناخذ اتصال. يلا يلا نقول مساك الله بالخير يا هناء. مساكم الله بالنور. هناء من المملكه العربيه السعوديه. اي نعم. عيد الله عليك مبارك. عيدك مبارك. شفتي البرنامج؟ كل سنه وانت طيبين. شفت. وانت صحه وسلامه. راح تطلع لك على الشاشه الان لوحه الرحلات، راح تختارين وجهه تسافرين لها وناخذ معلومات عن هذه البلد. هذه الرحلات روسيا طبعا، اقلعت روسيا وتركيا. تركيا اقلعت. احنا الحين في تركيا، وين تبين نروح؟ اسبانيا. اسبانيا اسبانيا. يلا خلينا نروح اسبانيا.
توكل على الله. من تركيا إلى إسبانيا. توكل على الله. جاهز كابتن فيصل؟ جاهز. أهلا بكم في سافر مع الريان. أنتم على متن رحلتي 145 المتجهة من مطار حمد الدولي في قطر إلى مطار برشلونة الدولي في إسبانيا. مدة الرحلة 6 ساعات و50 دقيقة. رجاء من جميع الركاب ربط الأحزمة قبل الإقلاع. ترى الجو في مطر، ها؟ أمورك طيبة مالك؟ السويتش هذاك شغله ولا على الكاميرا؟ تسلم يا كابتن فيصل. هنا طيارتنا أقلعت إلى إسبانيا. خلال هذه الفترة راح نسألك 10 أسئلة، خليك سريعة معنا ودقيقة في الإجابات، وعندك 15 ثانية إذا خلص الوقت معناته راحت الإجابة. بسم الله. يلا هنا، ما هي العملة الرسمية في إسبانيا؟ شنو عملتهم؟ إسبانيا شنو عملتهم؟ يورو. يورو صح، إجابتي صحيحة، لأن إسبانيا ضمن الاتحاد الأوروبي فعملتهم اليورو. هاي أول 500 ريال. تستاهلين يا هنا. طبعاً السؤال الثاني، في أي عام انضمت إسبانيا للاتحاد الأوروبي؟ مدام أنها صارت عملتها اليورو أكيد أنها اتحدت في أوروبا، ولكن السنة في أي عام انضمت إسبانيا للاتحاد الأوروبي؟ أعطينا تاريخ. 1 يناير. التاريخ السنة. 1986. ألف مبروك. 500 ريال. زي ايش كانت انا؟ ايوه. ايش كانوا يسمون اسبانيا قبل؟ قديمه ايش كانوا يسمون اسبانيا؟ يلا 15 ثانية. ايش يسمون اسبانيا قديما؟ اسبانيا قديما. اسبانيا؟ لا. يلا عندك وقت. الاندلس؟ ما اسمع. الاندلس؟ لا، الأندلس منطقة في إسبانيا، لكن إسبانيا تسمى إيبيريا. إيبيريا هي تسمى إسبانيا قديماً. راحت 500 ريال. المسمى القديم، وهذه معلومة جديدة أيضاً. حساب 1000 ريال. نستفيد منها. لا إن شاء الله راح تجيب. هنا عندك أنت تلفزيون؟ إيه. تابعين البرنامج حالياً صحيح؟ صحيح. راح تطلع لك صورة ملعب كرة قدم. شو اسم هذا الملعب؟ نادي مشهور معروف. وين هالملعب؟ سنتاو. ما اسمع. ريال مدريد. ريال مدريد، ألف مبروك، وتستاهلين ملعب ريال مدريد. سؤالك الخامس يقول ماذا تسمى الجزر الأسبانية الموجودة في المحيط الأطلسي؟ سهلة. جزر شو يسمونها؟ كعذراء. ما اسمع. العذراء. لا لا لا، بسرعة. فيها اصوات الطيور، ها؟ فيها هو على طير. الكناري. جزر الكناري. قبل ما يخلص الوقت اجابتك صحيحه يا هنا. نوصل للسؤال السادس. 2000 ريال. مدام تكلمنا عن الملاعب، ايضا هناك اماكن اثريه وقصور. في اي مدينه يقع قصر عبد الرحمن الناصر؟ في اي مدينه يقع قصر عبد الرحمن الناصر؟ مدينة ايش؟ زهرة. مدينة الزهرة، والف مبروك. 2500 ريال يا هنا. السؤال يقول كم عدد المقاطعات الاسبانية؟ مقاطعات اسبانية كثيرة، بس كم عددها؟ ما شاء الله. اعطيني رقم. اي سؤال هو؟ 7. وضيت عليه 10 شيء. 47. لا وين 47؟ أعطيني رقم ثاني بسرعة. انتهى الوقت. خلص الوقت يا هنا. 17 مقاطعة في إسبانيا. طبعا راح الآن، مدام أن احنا مسافرين على الخطوط الجوية القطرية، لازم يكون هناك سؤال أيضا عن الخطوط الجوية القطرية. مستعدة؟ مستعدة. متى أصبحت القطرية عضو في تحالف عالم واحد؟ سنة كم؟ ون وورد. صحيح. متى أصبحت القطرية عضو في تحالف عالم واحد ون وورد؟ قريب. 97. أعطيني السنة. 1997. أنت قصدك 1993. هذا أول ما أطلعت القطرية، ولكن لا،
للأسف الإجابة خاطئة، 2013. معلي معلي، هنا عندنا الحساب 2500 ريال وباقي 1000. هنأتي من شيء قلتي عن الأندلس، لكن في وين يقع أو في أي مدينة يوجد جامع الأندلس الكبير؟ شو اسم المدينة اللي فيها جامع الأندلس الكبير؟ أين يقع جامع الأندلس الكبير؟ شو اسم المنطقة؟ قرطبة؟ لا لا، وعندهم نادي بعد، شو اسمه؟ لا، في منطقة ملقا. طبعا وصلنا معاك للسؤال الاخير هنا، ابغيك متفاعله وتقولين المصورين عندي في الاستوديو ما شاء الله يجاوبون اسرع منك، ابغي اجابه سريعه. راح تطلع لك صوره وتقولين ما اسم هذا المطار، تشوفينه احنا على الشاشه هالمطار شو اسمه في اسبانيا هناك. نفس الملعب، نفس الملعب، بسرعه، نفس الملعب. ريال مدريد، مطار مدريد الدولي. الف مبروك، ألف مبروك يا هنا، 3000 ريال. والحين خلينا نهبط في مطار مدريد أو مطار برشلونة اللي احنا رايحين، الوجهة اللي انت اخترتيها. يلا بسم الله كابتن فهد، نهبط في مطار برشلونة إن شاء الله. كلم برج المرافقة. عزيزي المسافر، لقد هبطنا بحمد الله في مطار برشلونة الدولي بمدينة برشلونة، نرجو لكم إقامة طيبة وتسعدنا رؤيتكم قريبا على إحدى رحلاتنا القادمة. شكرا لاختياركم الخطوط الجوية القطرية. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الاعزاء، رجعنا لكم في برنامج سافر مع الريان الذي ياتي برعايه الخطوط الجويه القطريه. ناخذ اتصال ونشوف مسافر اخر ونشوف وجهته وين راح يودينا في هذه الرحله. نقول الو. يا مرحبا، كل عام وانت بخير. يا هلا مرحبا فيك يا مشعل، وانت صحه وسلامه، عساك من عواده ان شاء الله. الله يسلمكم، كل عام وانت بخير قناه الريان وكل العاملين وكل شخص على أرض قطر الحبيب. وانت بخير وصحة وسلامة. مشعل، قدامك لوحة الوجهات، اختار وجهة من الوجهات اللي تسافر عليها الخطوط الجوية القطرية. طيب، طيب حالك؟ ماليزيا إن شاء الله، الله يسلمك أخوي فهد. ماليزيا، ماليزيا، تبشر بالخير ماليزيا. مش خل نروح نقلع من ماليزيا يا كابتن فهد، توكل على الله. أهلا بكم في سافر مع ريان، أنتم على متن الرحلة رقم 844 المتجهة من مطار حمد الدولي في قطر إلى مطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا. مدة الرحلة 7 ساعات و40 دقيقة. رجاء من جميع الركاب ربط الأحزمة قبل الإقلاع. الأجواء صح، واليوم ما شاء الله ما شاء الله. مشعل يا مرحبا، قدك معانا في الطيارة، مرحبا بك أنت. الله يحييك، والله الأجواء اليوم ما شاء الله، ماليزيا الجو عندهم طيب. طيب طيب، طاب حالك إن شاء الله من طيب حظك. والآن نشوف الأسئلة معاك، ركز معانا 15 ثانية. نبدأ بالسؤال الأول، لكل بلد فيها نظام صحيح يا مشعل؟ صحيح. ما هو نظام الحكم في ماليزيا؟ نظام الحكم في ماليزيا نظام برلماني. نظام الحكم في ماليزيا ملكي، ملكي، نظام ملكي. ملكي، ملكي، كملها. ملكي ايش؟ ملكي دستوري. ملكي دستوري، الف مبروك. المشاهدين يبغون يستفيدون ايضا من هذه المعلومة. 500 ريال. 500 ريال يا مشعل. طبعا احنا الحين مقلعين من الدوحة، مطار حمد الدولي، رايحين مطار كوالالمبور، لكن في اي ولايه يقع مطار كوالالمبور؟
حياك الله يا مشعل. ثمان ثواني. ولاية اياتا سلنقور. خلص الوقت. بس يا مشعل بقى في ولاية سلنقور. انت قلتها على اخر الوقت. خلص الوقت يا مشعل. معوض خير لكن ابشر بالخير ان شاء الله. الحين عندك اسئله عندك كمان اسئله يا مشعل. مشعل الله يبشرك بالخير ان شاء الله. ابشر بالخير ان شاء الله. في ماليزيا مضيق بحري مهم يسمى مضيق ايش؟ مضيق ملقا. مضيق ملقا. الف مبروك تستاهل. الله الف ريال يا مشعل. مشعل قدامك تلفزيون؟ ايه التلفزيون حاطه على الميوت يعني. زين شوف الشاشه وشوف الصوره اللي على الشاشه. ايش اسمها البرجين؟ ها اي برج هذا ايش اسمهم؟ التوأم. توأم ابراج التوأم. اي بس في لهم اسم تاور ولا ترين؟ شوف انا بعطيك ثانيتين عطني اسمه. هو التوأم صح شنو قبل التوأم؟ بتروناس. التوأم برجين البتروناس. التوأم. نعم اجابتك صحيحه يا مشعل. بعد يا مشعل. مشعل يا مرحبا. مرحب باقي ما شاء الله عليك معلوماتك طيبه عن ماليزيا. قد جيتها من قبل؟ والله هي من ضمن الجدول ان شاء الله. من ضمن الجدول عشان حلو ان الواحد اذا قدر بيسافر دول ياخذ معلومات عن هذه الدوله. صحيح صحيح. واكيد ان الحجز راح يكون على الخطوط الجويه القطريه. صحيح. دع ربي يوفقك تروح ترجع بالسلامه ان شاء الله. مستعد الله للسؤال؟ مستعد. طبعا معروفه ماليزيا فيها جزر صحيح؟ ايه وافضل جزيره لانكاوي يعني ما شاء الله. انزين عجل نبغى نستفيد ايضا جزر اسامي ثانيه. يقول لك ما اسم الجزيره التي تسببت بخلاف بين ماليزيا واندونيسيا؟ في جزيره سببت خلاف بين الدولتين نبغى نعرف شو اسم هذه الجزيره. ما اسم الجزيره التي تسببت بخلاف بين ماليزيا واندونيسيا؟ سيباتك. سيبادان. والإجابة صحيحة يعني يمكن النطق شوي راح يكون مختلف بالكتابة ولكن إجابتك صحيحة تستاهل يا مشعل. مشعل خليك سريع معانا. خلي إجاباتك سريعة إذا خلص الوقت. ولا يهمك ولا يهمك. معناته تكون إجابتك خطأ يا مشعل. إن شاء الله أخوي فيصل عليه. مشعل أن ذكرت من شوي عن جزيرة لانكاوي لكن شنو هو أكبر شو اسم أكبر مسجد في هالجزيرة؟ أكبر مسجد في جزيرة لانكاوي. مسجد بوترا. لا عندك 15 ثانية وعلى اسم المتصل اللي قبل. مسجد الهنا. نعم إجابتك صحيحة. بعدي الحين صار عندك 2500 ريال مشعل. الحمد لله. هلا الله يزيدك ثقات. تدري ايش اللي عجبني فيك؟ نبرة صوتك تقول الإجابة وأنت بريحية أنت واثق. الله يسلمك يا قال يا اسلام. طبعا مشعل في ولايات في ماليزيا صحيح؟ صحيح. انا فهد بن علي ما اعرف كم ولايه، بتعلمني كم ولايه؟ ولا يهمك. بعدي كم عدد الولايات الماليزيه؟ واستغل الوقت. 11 ولايه ان شاء الله. ما اسمعك. 11 ولايه؟ زيد 13 ان شاء الله. لا 11 ولا 17. 13 هم قال 17 قال 13. الإجابة صحيحة وتستاهل 13 ولاية. تستاهل الطيب. مشعل يا لبي مرحبا. شفت من شوي شفت الصورة اللي هو برجين التوأم برجين البتروناس. صحيح. كم ارتفاعه؟ ما يكفي ان اعطاك الاسم بعد. لا بارتفاع انا ما شاء الله. كم ارتفاعه يا مشعل؟ ارتفاع 421 متر. لو تزيد 421 متر. لا زيد شوي. 452. نعم يا مشعل صحيح. مشعل هلا اللي بيسافر اهم شيء يكون معاه الجوال. الفلوس.
الفلوس الرينجنز، اذا بتسال على عملتهم الرينجنز. وش عملتهم؟ ابغى اعرف اسمها. الرينجنز، الرينجت بعدي، الرينجت الماليزي. والف مبروك، تستاهل. مشعل تطلع الحين قدامك صوره، قول لي ايش اسم هذا المسجد. هاي مشعل، ايش اسم هالمسجد؟ مسجد مضائق ملقه. مسجد مضائق ملقة، صح يا مشعل، إجابتك صحيحة. الله يسلمك. بس معانا 1,000، 2,000، 3,000، 4,500 ريال، وإن شاء الله تستمتع في رحلتك إلى ماليزيا ومع مشعل وهنا وعايشة ونورة. وصلنا معاكم أعزائي المشاهدين إلى ختام رحلتنا في برنامج سافر مع الريان، اللي أتى برعاية الخطوط الجوية القطرية، وإن شاء الله الجميع يكون مستمتع بالوجهات اللي اختارها لقضاء إجازة العيد، إجازة الصيف. أتمنى لكم كلكم إجازة سعيدة مع وتحليق آمن مع الحقوق الجوية القطرية يا فهد. ونقول الجولات ما زالت مستمرة معاكم، نبغى نشوف بلدان جديدة. إن الله أحيانا وأحياكم القابلة في تمام الساعة 7 مع برنامج سافر مع الريان. وصلنا إلى الهبوط والوجهة الأخيرة لهذه الليلة، نلقاكم قدم بإذن الله. إن الله أحيانا وأحياكم في أمان الله. كابتن فهد برج المراقبة يقول يلا خلنا نرجع. يلا خلنا ننزل. بسم الله، توكلنا على الله. عزيزي المسافر، لقد هبطنا بحمد الله في مطار كوالالمبور الدولي بمدينة كوالالمبور. نرجو لكم إقامة طيبة وتسعدنا رؤيتكم قريبا على إحدى رحلاتنا القادمة. شكرا لاختياركم الخطوط الجوية القطرية. واحدة. الرجاء من جميع الركاب رفع الأحزمة قبل الإقلاع. نتمنى لكم إقامة طيبة. شكرا لاختياركم الخطوط الجوية القطرية.